السلام عليكم الحادقات. في فصل الصيف ما عندنا جهد الفران، اشنو بان لكم اليوم نوجدوا واحد الكيك اللي ما كيحتاجش الفران. يلا معايا. عندي لك جوج الحويجات، شي وسهله وفرصه لربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي وشاركي باش تحاولي تربحي وتقدري تكوني انت هي توب حادقه الفائزه هذا الاسبوع. شيوة ديال اليوم هي كيك ديسير بلا فران بالكاكاو والكراميل، كيجي ديسير منعش ولذيذ. باش نوجدو هاد الشيوة غنحتاجو 5 المعالق كبار دقيق، بيضة، 4 المعالق كبار حليب، 3 المعالق كبار زيت المائدة، نصف ملعقة كبيرة سكر سنيدة، ملح، نصف ملعقة صغيرة قرفة، ربع لتر حليب، 30 غرام كاوكاو معسل، خميرة الحلويات إيديال، كاكاو إيديال، فلان كراميل إيديال. وها هو ملخص المقادير على الشاشة. في إناء نغربلو الدقيق، كاكاو إيديال، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات إيديال، القرفة، سكر سنيدة، الملح، نخلطوهم، نزيدو عليهم الحليب، البيض والزيت ونجمعو الكل حتى نحصلو على عجين متماسك وخفيف. ناخدو كويسات صغار ونعمروا النصف ديالهم بالعجين. غنوضعوا منديل تحت الكويسات، نحطوا فوق الكويسات ونعمروا بالماء حتى للنصف ديال الكويسات، نغطيو بمنديل اخر ونسدوا الطنجره. وعلى عافيه مهيله نخليو الكيك ديالنا يطيب في حمام مريم لمده 25 دقيقه تقريبا. كنصحكم الحادقات ديروا الطريقة ديال المناديل من التحت باش كتحمي الكؤوس ما يتضربوش مع بعضهم، ومن الفوق باش البخار اللي كيطلعش ما يقطرش الماء ديالو على الكويسات. نخويو الحليب في كاسرونة، نضيفو ليه مستحضر فلون كراميل إيديال، نحركو مزيان ونشعلو العافية مهيلة مع التحريك المستمر حتى يبان لينا الفلون بدا كيغلى، ونخويه فوق الكيك وندخلوه للثلاجة يبرد مزيان. ملي نبغي نقدمو الديسير ديالنا نزينو الكويسات بالكاوكاو معسل، المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف. وبالصحة والراحة. نرجعو للمسابقة ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هاد الأسبوع جاوبوا على السؤال في الرابط اللي كاين على الفيديو. كيفاش وضعنا المناديل في الطنجرة؟ تحت من الكويسات، فوق من الكويسات، تحت وفوق الكويسات. كنشكركم على المشاهدة، وما تنسوش أنه أي شيء محضرة من القلب وبحب كتوصل لقلوب الناس اللي دايرين بينا. ما تنسوش نتلاقاو في الحلقة الجاية، وما تنسوش تزوروا موقع قناة توب حادقة www.tophadqa.ma، والتحقوا بنا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب وتيك توك.